أحسن الله إليكم. في سؤالها الثالث تقول: امرأة دخلت مكة ولم تحرم بالعمرة للعذر الشرعي، وبعد أن طهرت أرادت أن تطوف بالبيت طواف تطوع، فهل يجوز لها ذلك؟ يجوز لها ذلك، ولكن لو أنها أحرمت من الميقات وهي حائض فلا بأس بذلك، الحيض لا يمنع الإحرام. فلو أحرمت للعمرة وجلست في المنزل إلى أن تطهر وتغتسل ثم تؤدي مناسك العمرة لكان ذلك خيرا لها، ولكن لما لم تحرم وألغت نية العمرة فيجوز لها أن تطوف بالبيت طوافا مطلقا تطوعا. نعم. أحسن الله إليكم. هو ما يسميه العامة السبية، السبية يعني سبعة أشواط، يسمونه السبع. السبع يعني سبعة أشواط. نعم. عبادة مستقلة لمن كان في البيت له أن يطوف به سبعا متى شاء. طواف بالبيت عبادة. أحسن الله إليكم. طواف بالبيت عبادة سواء كان في نسك أو كان في تطوع خارج النسك. نعم.